إلى الإخوة والأخوات من متابعي حساب سعوديون في أمريكا، أقول لكم أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا معاكم شادي حولدار، مبتعث سابق بولاية كاليفورنيا ومؤلف لكتاب كيف يفكر الأمريكيون. الكتاب هذا من إصدار مركز الأدب العربي للنشر والتوزيع في المملكة، يصنف كأدب رحلات. دونت فيه تجاربي الشخصية مع الأمريكيين، دخلت منازلهم، دارت بيني وبينهم نقاشات وحوارات في شتى المواضيع، رحت معهم الكنيسة، شفت الطريقة اللي مارسوا فيها شعائرهم، تلقيت دعوات لمشاركتهم في الاحتفال بأعيادهم كالكريسماس والثانكسجيفينج، وشاركتهم في طبخ طريقة طبخ الديك الرومي في عيد الشكر في الثانكسجيفينج. الكتاب أيضا يشمل دراسات تاريخية وتناول لآراء مفكرين وفلاسفة، يعني كان لهم الباع في تشكيل الهوية الأمريكية، وكل ذلك مدعم بالمراجع في آخر الكتاب، فإن شاء الله تجدوا فيه الفائدة والمتعة. ما هو الغرض من كتابة هذا الكتاب؟ كتبت هذا الكتاب ليكون بمثابة خارطة الطريق للوصول إلى الحداثة. في أي وقت يطرح فيه مصطلح الحداثة يترافق معه تساؤل مهم، وهو حداثة أم تغريب، وتغريب أم حداثة، وكيف نفرق بين الاثنين؟ وفي حال ما واجهنا حالات امتزجت فيها عناصر الحداثة مع التغريب، فما هو الحل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحالات وغيرها؟ عادة عندما تدرس الحداثة يدرسها الدارسون على واحد من ثلاثة محاور، إما اقتصاد أو تعليم أو ثقافة. هذا الكتاب يتناول جانب الثقافة فيما يختص بالحداثة. كانت هنالك تجارب ومبادرات من مبتعثين في الأغلب لتقديم الثقافة السعودية للأمريكيين وتحسين الصورة النمطية عن المجتمع السعودي في منظور الأمريكان التي تشوهت بالإعلام، ولكن لم يسبق أن كانت هنالك تجارب لتقديم الثقافة الأمريكية للسعوديين. وكما تعلمون، يعني عندما نحاول أن نظهر ثقافتنا ونغير الصورة النمطية لدى أي شعب، فنحن بحاجة لأن نفهم كيف يفكر ذلك الشعب حتى نتمكن من قولبة الرسالة لتتناسب وتتوافق مع العقلية الأمريكية والعقلية المستقبلة لهذه الرسالة. لذلك نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكتاب إسهام في سد هذه الفجوة، وبالله التوفيق.